ده انت فظيعه فظيعه. ايه الحلاوه دي؟ انتوا بتاكلوا ايه؟ بتاكلوا ايه؟ هتبوسي يا بنت؟ لا يا حته مارونجي لاسي والاسم شوكولاتة كلها تناتة كمان ناطة ماسكة في ايديا ليه؟ يا بطة تا 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 ناتا كمان ناطة. عادي عادي اتغذي، انا اللي عايز اتغذى. ايه ده؟ وده وقته؟ ده وقته بيضرب في اوقات مش حلوه. سوري يا حبيبي. هلو. صباح الخير يا بابي. اهلا يا روح بابا. صباح القشطه، صباح النور، وحشتي بابا. ما تجيبي بوسه. لا لا لا، مش انت يا روحي، اطمنيني بس. عامله ايه؟ زفت يا بابي، زي الزفت، كل يوم مستنية كارثة جديدة ومصيبة جديدة وحد جديد يأذيني ويبيعني، وانتوا كل واحد فيكوا عايش حياته ما حدش سائل فيها. ايه يا حبيبتي، في مشاكل تاني في الحارة؟ نادر يا بابي، ازاي يكون كل ده بيضحك علينا ومتفق مع مروان ونجوان ومحدش فينا حاسس؟ نادر؟ نو 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 نو، لا يمكن يا حبيبتي. لا نادر، لا لا يا ولية اسكت. لا سوري يا حبيبتي، لا نادر، لا لا ابدا، انا اثق فيه جدا. لا ده ولد محامي ممتاز. لا لا انا لا يمكن يخوني او يخونك. انا هكلمه ها، واخليه يرجع تاني ويمسك القضيه. طمني يا روح بابي، خلاص حط ثقتك فيا وفي نادر. اوكي طيب يا بابي، ماشي اللي تشوف. باي. انا البس اهو، يلا خرجيني بقى. حاضر يا سندس. انا عايزه اروح السيم. حاضر، قلت لك حاضر. طب 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 خليني حتى اروح السيده زينب، انا عايزه ازور السيده. ايه سندس مالك؟ طب خرجيني انت. انا مش بتاعه الخروج، دي بتاعه الخروج اهي. ايه ده، انت لسه ما لبستيش؟ مش تفتحي النهارده ولا ايه؟ مش هنزل، ماليش نفس. اللي مالكيش نفس ده، وانا بعزم عليكي بسندوتش مربى. انا عايزه سندوتش مربى. حاضر يا خالتي هجيب لك. حاضر. هم العيال نسر وهدان دول اللي كدروكي صح؟ بقول لك يا جولي، بطلي دلع وانزلي شوفي اكل عيشك، ولا انتك منك بقى يعني عشان دفعتي الايجار مقدم ما تقعدي لنا زي البروطه؟ انت عايزه مني ايه؟ انا مش طايقه نفسي ومش عايزه اتكلم مع حد. الحق عليا اني بقوي عظمك يا بنت، هم اول عيلين هيضايقوك هتقعدي لنا في البيت. بقول لك ايه؟ انت نزلتي الشارع، والشارع مش عايز شغل بابي ومامي ده خالص. الشغل عايز كلبة مسعورة بتهبش بسنانها كده اهو. اه يعني زيك كده. نعم يا عمر، زيي؟ اه يا اختي زيي. يا ريتك يا حبيبتي تعرفي تبقي زيي، ده انت لو وقفتي على ودانك كده وما تعرفيش تبقي زيي. دي مرمطة وشع سنين لما الواحد ما بقاش عارف لون جتته من تراب الشارع. اسره. انا هعلمك تتعاملي مع الاشكال دي ازاي، مش عشان سواد عيونك، لا، عشان بس ما خلفتكيش ونسيتك عشان اقعد احوش عنك كل يوم. ماشي؟ انت عينيك سودا. انا رجعت لكم تاني اهو، هطلع عين اللي مش هيشتغل. ايه ده مالك يا ام نجوان؟ في ايه؟ ولا حاجه يا بنتي، بس انا ظهري نقح عليا من التوطيه. انا هكمل اهو. طب ما تخشي تريحي في اوضتي شويه او غيري هدومك وروحي. لا ولا ايه، بعدين اليوم يتخصم لي. انا كويس يا بنتي. ماشي. طب انا هروح اشوف الحاله اللي في 306 وهرجع لك تاني. صباح الخير ابو هجر. صباح الخير يا سيد. ايه سيد ديت، ما تخليها سوكه كده. عايز ايه سوكه؟ جاي اقول لك الحمد لله على السلامه ونورت المستشفى. انا كنت متوحش عليكي قبله، انت وحشتيني على فكره من يوميها والله العظيم ثلاثة، وانا عارف انام ولا عارف اكل لغايه ما كوره قالت لي انت نزلت الشغل. الحمد لله على السلامه يا قبله. هو انت ساكته ليه قبله؟ وانا عملت حاجه لا سمح الله؟ بعد اذنك يا سوكه، انا عندي شغل. طب الحمد لله على السلامه، انا هنزل استناكي قدام المستشفى عشان عايزك كده في موضوع. وتستناني ليه؟ عايز اقول لك كلمتين يعني قبل، اصل بصراحه مش عارف اتكلم معاك هنا في المستشفى. بص يا سوكا، احنا ما عادش بينا كلام يتقال، وكفايه قوي اللي حصل. احنا ناس على قد حالنا ومحتاجين القرشين اللي اهلي مخرجيني من البيت علشان اجيبهم، واخويا فواز شغال في مستشفى قريبه من هنا وما عارفه كتير قوي، ورئيستي في الشغل قرشه ملحتي، وميت مين هيتمنى يروح يقول له ان احنا بنتقابل. بقول لك يا قبل، انا مش عايش مالي ولا ماشي كده لا سمح الله. انا بحبك، عارف اني بحبك، ولا الفقير يعني ما ينفعش يحب، ما
بس هو بس الحالة مش متيسرة. أول ما تيسر إن شاء الله هروح لأخوكي وقول عايز أتجوز هاجر قبل هاجر ونخلف وربنا يكرمنا. بص يا سكر، ربنا يعلم أنت عندي إيه، بس أنا ما وعدتش على أبويا وأمي، وأخويا فواز هو كل دنيتي، وأنا وعدته إن أنا ما أكلمكش تاني، وكلمتي بمية راجل. هو عدلني كده. قوم نجوى، قوم نجوى، شيل معايا سكر، معلش. شوفي الحرمة، الحرمة اللي على حق ربنا اللي من بطن البقرة ولا فم الخليج ولا السيدة بتبقى ست حاجة كده، غير اللي انت عاملاه دي خالص. احسن تفتكري يعني كمنك حطيتي عباية سودة على جبتتك بقيتي واحدة مننا ولا حاجة؟ وانا ابقى واحدة منكم ليه؟ هو انا هكمل باقي حياتي هنا انا شوية وماشية، ومش عايزة خالص ابقى بيئة وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده. يا اختي صلي على النبي كده، وانت عاملة زي الرقصة على السلم. لا انت محصلة من تزوات ولا عارفة تبقي بنت بلد. ماشي، وابقى بنت بلد ازاي بقى يا بروفيسورة؟ ايوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي اول حاجه، هاتي اصبع الروج ده. الروج يعني؟ ايوه هاتيه اهو. بص، اما تيجي تحط احمر ما تلحسيهوش كده زي ما بتعملي كانك بتقطعي من جلدك ولا خايفه على الصوبه. لا، ادهني بزمه كده اهو عشان الاحمر يبان في سحنتك. اوريكي ازاي. استني. شوف، ها ايه رايك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكه، خلينا اخلص ولا ما كملش الدرس. مش خلاص؟ تعالي تعالي بتسلى. يلا. ايوه كده. بص، شايف البودره دي؟ دي بقى تسيبك منها خالص، دي اختراع فاشل ملوش لازمه، الكلام ده ما بيجيبش هم. هو نفس الصوبه، تلياتي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عامله كده اهو، يوم الاحمر يبان في سحنتك. تلياتي؟ ايوه. تدهني يعني؟ بص هوريك ازاي برضك. ها ايه رايك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده؟ ده انا ما ارضيش احرم الحاره كلها، يكش بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. قصوا. هاتي ده، هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده اهو، تبقى عامله زي عين البقره. ماشي؟ بقره؟ اه. ولو عرفت تضربي شعرك اكسجين اضربيه، بينور الشعر كده ويخليك ولا اللي جايه من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر، ما احط هايلايت وخلاص. ايه؟ بقول لك ايه؟ اللي بقوله تعمليه. يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولي. ايه حنكك ويهيبك ويسيبك؟ بيتك بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده، ما تقفليش بقك كده وتدمي كانك محزوقه زي ما بتعملي كده. بصي، طب انا هفهمك. يلا قولي كده. اختي؟ اختي. اشوف؟ لا ما ينفعش كده اهو، تقولي اختي. قولي منطقتي كده. منطقتي؟ لا. شوف برضك، لا ما ينفع. قولي منطقتي. منطقتي.